صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به واطر امره على طاعتك ورب العالمين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الابدان. بسم الله الرحمن الرحيم. احرف الابدالها دات ومطيا، فابدل الهمزه من واو ويا، اخيرا اثر الف زيد وفي، فعيل ما اعل عينا لقت في، والمد زيد ثالثا في الواحد، همزا يرى في مثلك القلائد، كذاك ثاني لينين اكتنفا، مد مفاعلك جمع نيفا، وافتح ورد الهمز يا فيما اعل، لا من وفي مثله راوه جعل، واوا وهمزا اول الواوين رد، في بدء غير شبه وفي الاشد، ومد نبذل ثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن، إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب، وون ويا أن إثر كسر ينقلب، الكسر مطلقا كذا وما يضم، وون أصر ما لم يكن لفظا أتم، فذاك يا أن مطلقا جاء وأم، ونحوه وجهين في ثانيه أم، ويا أن اقلب ألفا كسرا تلا، أو ياء تصغير بواو نفعلا، في آخر أو قبلة التانيث أو زيادتي فعلان ذا يضر، أو في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول، وجمع ذي عين أعل أو سكن، فاحكم بذا الإعلال في حيث عن، وصححوا فعالة وفي فعل، وجهان والإعلال أولى كالعيل، والواو لا من بعد فتح ينقلب، كالمعطيان يرضيان ووجب، إبدال واو بعد ضم من ألف، وياك موقن بلا لا اعترف، ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم بعد جمع أهيما، وواو نذر الضم رد اليامة، والفي لا من فعل أو من قبل تا، كتائبان من رما كمقدرة، كذا إذا كسبوا عانى صيرة، وإن تكن عينا لفعل وصفا، فذاك بالوجهين عنهم يلفى. الإبدال يقصد هنا الإبدال الشائع الذي يخضع لقواعد، أما الشاذ فلا يتعرض له، ككشكشة تميم، الكاف المكسورة لخطاب الأنثى يبدو ناشينا، كيف حالش حالش، وكسكسة بكر كسكسة بكر، أين أبوسي، كاف المخاطبة المكسورة يجعلونها سينا، وعجعجت قضاع، وفحفحت هذيل، وعنعن التميم، اشهدوا عنا محمد رسول الله، اشهدوا عنا محمد رسول الله، فما أبنى حتى قلنا يا ليت عننا تراب، وعنا الأرض بالناس تخسف، فحفح يقال مرة عمر رضي الله عنه على ابن مسعود يقرئ الناس القرآن، فقال وهو يقول: فتربصوا به حتى حين، لغة هذيل، أقرئ الناس القرآن بلغة قريش لا بلغة هذيل، حتى حين الحاء المفتوحة، وهناك الإنطاء، الإنطاء العين الساكنة قبل الطاء يبدلها نونا، وقرئ الشذي إنا أنطيناك الكثر، والعجعجة لقضاع إذا وقفوا على ياء مشددة جعلوها جيما، قال شاعرهم: خالع ويف وأبو علج المطعمان اللحم بالعشج، وبالغداة كثر البرنج يقلع بالود وبالصيصج، وربما أبدلوها جيما في غير وقف، يقول هذا أجل أي أيل الوعد، وربما وقفوا عليها بالجيم وليست مشددة، قال قائلهم: لهم إن كنت قبلت حجة الج، فلا يزال شاحج يأتيك بج، أقمر نهات ينزي وفرتج. وقال أحدهم بني تميم بني تميم: فعيناش عيناها وجيدش جيدها، سوى أن عظم الساق منش دقيق، وربما قرأوا القرآن قالوا: قد جعل ربش تحتش سري، هذا لا يجوز. قال آخر: يا رب أباز من العفر صدع، تقبض الذئب إليه واجتمع، لما رأى أن لا دعه ولا شبع، ملأ إلى أرطات حقب فالطجع فالطجع الطجع. هذه كلها شوال، لا تبحث. قال أحرف الإبدال: هدأت مطيا،
هذا موطيا اسم فاعل من أوطأ، أوطأ الرحلة يجعله موطيا، هذه حروفه. وابن مالك لا يضيع وقته، بدأ قال تبدل الهمزة من الواو والياء في أربعة مواضع، بدأ بأولها قال فأبدل الهمزة من واو ويا أخيرا إثر ألف زيدة، فتقول في ضبي ضباء الأصل ضبائي، وفي بناء أصل بناي تقول بناء، وقعت الهمزة متأخرة وقبلها ألف زائدة فقلبتها همزة، وقعت الياء متأخرة وقبلها ألف زائدة فقلبتها همزة، واضح. وتقول في دلو دلاء دلاء وصل دلاو دلو، وكذلك بناءة بناءة أصلها مؤنث بناء، فالهمزة في تقدير الانفصال، وذلك بقي الإبدال بحال بناءة بناء وبناءة، بخلاف بناية بناية الياء وقعت آخرا وقبل ألف زائدة، لكن التاء هنا بنيت الكلمة عليها، ليست ساقطة، ليست صالحة للسقوط، وذلك لم يبدلها. وكذلك علاوة علاوة لم يبدلوا الواو، لم تقع آخرا، التاء بنيت الكلمة عليها، بخلاف واو حرف العلة واو قالوا ليس في اللغة العربية كلمة، فاؤها وعينها ولامها من جنس هذه، قال أصلها واوون واوون، الواو الوسطى تحركت وفتح ما قبلها فوق قلبها صارت واو، أصلها وياون وياون، تحرك الياء الوسطى وصارت واو بهذا الشكل. قال الكلمة العربية تقع فاؤها ولامها من جنس نحو قلق وسلس، لكن تقع فاؤها ولامها من جنس قليل. قالوا منه يديت يديون يديون، وكذلك واو فقط. قالوا مثل هذا قولك حمراء، أصوها حمراء حمراء بالقصر، أرادوا مد الصوت فجاءت الألف قبل الألف فوقعت آخرا وبعد الألف الزائد، فقالوا حمراء، قال بعضهم هذا حتى تطرد القاعدة. وبخلاف وبخلاف واو واو مثالها كذلك كساء، أصوها كساء واو.